طيب بقول لك ايه يا سياده المستشار، في بيان دلوقتي طلع من منظمه الصحه العالميه، وسبحان الله يعني نفس الكلام اللي بتقوله وزاره الصحه المصريه والدوله ان هم حالتين بس اللي طلعوا مصابين بالفيروس والاثنين اجانب، نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، غير مصريين اجانب، وتم التعامل معاهم بمهنيه كامله. ويمكن ده البوست او بيان منظمه الصحه العالميه بخصوص الوضع في مصر والحالات اللي تم اكتشافها. وقال كمان او قالت منظمه الصحه العالميه ان جميع المخالطين للحالتين دول تم التعامل معاهم وتم تطبيق كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. ده اللي بنقوله يا سياده المستشار، ان يعني ما فيش مصلحه، ومنظمه الصحه العالميه مع الدوله المصريه ما فيش مجال لاخفاء اي معلومه، والتنسيق ما بين الطرفين موجود. خليني اقول لحضرتك، ممثلي منظمه الصحه العالميه مكتبهم الاقليمي موجودين معانا في كل ما نتخذه من اجراءات، اكيد يعني الناس دي مش هتشوف حاجه غلط وهتسكت، يعني لا ليس لهم مصلحه، دي سمعه منظمه دوليه منظمه الصحه العالميه. لو كان في اي حاجه هم معترضين عليها شايفينها غلط، اكيد كانوا مش هيخافوا من مصر يعني، ولا بيخافوا من اي دوله، اكيد كان هيخرجوا يقولوا يا جماعه في كذا، لكن الناس منذ اليوم الاول اشادات متواليه بما تقوم به مصر في اطار من الشفافيه، كل حاجه بيطلبوها، يدخلوا اي مستشفيات، يحصلوا على اي معلومات بنتيحها لهم بشفافيه كامله، وده اللي خلانا الحمد لله حتى الان ناجحين بشكل كامل في التعامل مع الكورونا وتداعياتها. هذا على المستوى الداخلي في اجتماعات مجلس الوزراء. طبعا كان في قرار مهم اخر تم اتخاذه اليوم بالضبط كده، وهو تطبيق قرارات الحكومه، تطبيق مبدا المعامله بالمثل تجاه ما قامت به دوله قطر من اجراءات تجاه المصريين، انها طبقت حظر دخول للمصريين القادمين من اي نقاط وسيطه. نحن قمنا باتخاذ نفس الاجراء اليوم اعتبارا من الساعه 12 من منتصف ليل الجمعه 6 مارس، الجمعه اللي بعد القائل اللي هي بعد بكره، سيتم حظر دخول اي شخص يحمل الجنسيه القطريه من اي منافذ للدوله المصريه اعتبارا من 6 مارس وحتى اشعار اخر. مبدا المعامله بالمثل. مبدا المعامله بالمثل. شكرا جزيلا سياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشكرك يا فندم على وجود حضرتك معانا.